يسعدني أن أقدم الجلسة التالية رأس المال البشري وتنمية المواهب عناصر أساسية لبناء القدرات وكحلقة أساسية ولا بد منها في اقتصاد المعرفة. ستستمر هذه الجلسة على مدى جلستين في فترة بعد الظهر. نبدأ الآن بكلمة رئيسة ومن ثم مداخلات من 4 خبراء من المنطقة العربية. أولا أود أن أدعو الخبراء الدكتور فوزي بوبشيت والمتحدثين للصعود إلى المنصة. يسعدني أن أقدم الأستاذ فوزي بوبشيت رئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية، وهو أيضا مدير الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية، ويعمل كمدير المساندة الفنية للتدريب في أرامكو السعودية. فليتفضل. هل بانتظار بعض الزوار الكرام، فسنبدأ خلال دقيقة تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أرحب بكم في هذه الجلسة المهمة والتي يشكر عليها المنظمون لإدراج رأس المال البشري وتنمية المواهب. الموضوع موضوع فعال وموضوع مهم لرسم المستقبل ودور العرب فيه. سنبدأ بإذن الله تعالى هذه الجلسة بكلمة رئيسية يلقيها سعادة الدكتور سمير الطبيب الرئيس التنفيذي لعلاقات الموظفين والتدريب بشركة أرامكو السعودية. الدكتور الطبيب يملك في رصيده العملي ما يفوق 29 سنة إسهامات عديدة تقلد خلالها العديد من المناصب الريادية والقيادية، ويشغل حاليا مركز رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل للتكرير والبتروكيماويات، إلى جانب عضويته في فريق الإدارة التنفيذية بشركة أرامكو السعودية. أيها السيدات والسادة، رحبوا معي بسعادة الدكتور سمير طبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على ما يبذله من جهود مخلصة في سبيل تعزيز الفكر العربي ودعم المفكرين والعمل على رفع مكانة العالم العربي بين سائر الأمم. والشكر موصول أيضا للجنة المنظمة للمؤتمر التي وفرت لنا جوا مناسبا للاستمتاع بحوار أخوي بناء في بيروت الحبيبة، المدينة التي كتب لها أن تكون منارة للثقافة العربية والأدب.
وإني لأشعر بالفخر والاعتزاز أن تتاح لي هذه الفرصة كي أستمع إلى نخبة من المفكرين المتميزين من أمثالكم وأتبادل الآراء حول عدد من قضايانا المهمة، خاصة تلك التي تتعلق ببناء الإنسان العربي ومستقبله. موضوع كلمتي هذه هو تنمية الموارد البشرية في أرامكو السعودية، تجربة رائدة نحو تشكيل مستقبل عربي أفضل، وهو موضوع استوحيته من السياق العام للمؤتمر الذي يركز على استشراف الآراء حول ما يمكن عمله لترجمة الفكر إلى عمل والارتقاء بعالمنا العربي إلى مصاف الدول المتقدمة. وقديما قيل: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، تأكيدا على الارتباط العضوي بين العلم والعمل. إن المعضلة الحقيقية التي تواجه أمتنا اليوم ذات وجوه عدة، أهمها في رأيي المتواضع هو صناعة العقول والطاقات القادرة على تحقيق تنمية مستدامة. وإذا كان قد فاتنا زمن طويل لم نستثمر بما يكفي في مواردنا البشرية، فإننا نعتقد أن هناك تجارب ناجحة في هذا المضمار خاضتها بعض المؤسسات والشركات على مدى عقود، وحققت من خلالها نجاحا في تأسيس بنية وطنية مؤهلة أسهمت بفاعلية في خدمة مجتمعاتها. وإحدى هذه التجارب هي تجربة أرامكو السعودية في مجال تدريب وتطوير القوى العاملة. أرامكو السعودية هي شركة نفط وطنية تعمل ضمن المعايير الدولية وتوفر الطاقة للأسواق المحلية والعالمية، وقد اطلعت بهذه المهمة بقدر كبير من المسؤولية والمصداقية لأكثر من 77 عاما، وما زالت على التزامها بخدمة الأهداف الوطنية للمملكة والوفاء بتوقعات المجتمع الدولي. لكن الذي قد يخفى على الكثيرين هو تجربتنا الفريدة في صناعة الإنسان السعودي، فالعناية بالكفاءات الوطنية وتطويرها أولوية من الناحية العملية وواجب وطني في آن واحد. وطريقنا في هذا المجال لم يكن أبدا مفروشا بالورود كما يقولون، بل كان ولا يزال محفوفا بالتحديات والفرص أيضا، لكننا نأخذ بالأسباب ونطبق ما توصل إليه العلم في مجال عملنا وما يتواءم مع قيمنا وتقاليدنا الراسخة. فمن الضروري مثلا في صناعاتنا البترولية المعقدة أن نحقق التناغم بين العلوم التطبيقية وبين الجوانب الإنسانية للموارد البشرية، أي بين القلب والعقل، حيث يلتقي هذان الجانبان في قيم الشركة وفي قياداتنا الفاعلة التي نعتبرها أقوى أدوات العمل والإنجاز. وقد أجمع الخبراء على أن تميزنا في الصناعة البترولية ناتج عن الاهتمام بالإنسان والتركيز على تنميته بالدرجة الأولى، فنحن نسعى دائما إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي للموظفين كي نكسبهم القدرة على التفكير الصحيح وإيجاد قيمة مضافة لتحسين الحياة العامة لمواطني المملكة والعالم أجمع. ومن الدروس التي تعلمناها والتي نود أن نتبادلها معكم اليوم هو أننا لا نستطيع النهوض بالمجتمع ككل دون الاهتمام بأفراده من أبناء الوطن، فشعب المملكة العربية السعودية مثل باقي الأقطار العربية هو شعب سريع النمو، غالبيته من الشباب الذين يمثلون نحو 60% من تعداد المملكة،
ومن الواجب الاهتمام بهم بالدرجة الأولى. وليس هناك من شك في أن أرامكو السعودية بمكانتها الرائدة في مسيرة التطور الاقتصادي للمملكة تعد مثالا جيدا على النجاح المتواصل في بناء الشباب على قاعدة من العلم والمبادئ والقيم السليمة المتوارثة من جيل إلى آخر. ومن المعلوم أن بدايات الشركة في الثلاثينيات من القرن الماضي قامت على أيد غير سعودية مع وجود عدد محدود من الرعيل الأول من السعوديين. وحين أخذت عجلة الاكتشافات النفطية تتحرك في الأربعينيات والخمسينيات ازداد عدد السعوديين في الشركة بنسب متواضعة ولكن فاعلة في الوظائف الخدمية والمساندة بشكل رئيس. ثم أخذت الأعداد تتنامى بعد ذلك شيئا فشيئا حتى بداية السبعينات، وعندها تعين علينا أن نختار بين أمرين: الاستمرار في الاعتماد على الخبرات المتخصصة من السوق العالمية بوجود عدد محدود من السعوديين، وبين تطوير الأيدي العاملة السعودية من خلال برامج تدريبية طويلة الأمد. فاخترنا استراتيجية بناء المواطن التي أثبتت نجاحها عبر السنين، بل وعبرنا بها عددا من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم، وكان آخرها تلك التي حدثت في عام 2008. ونتيجة لتلك الاستراتيجية ارتفعت نسبة السعوديين في الشركة من حوالي 25% في عام 1955 إلى 88% في الوقت الحالي. ومما يدعو للفخر أن نسبة السعودة في الإدارة العليا والوظائف التشغيلية في المعامل بلغت 100%، وهذا إنجاز لم يكن ليتحقق لولا التخطيط الدقيق والالتزام بتحقيق هدف استراتيجي، أمر بديهي ومنطقي وقد نفذ على أرض الواقع وكان له الأثر الإيجابي الكبير. قول يتبعه عمل. وعلى صلة بهذا الموضوع اسمحوا لي أن أشير إلى أن برامج الشركة التدريبية لإعداد الشباب السعودي تستهدف بشكل عام شريحتين رئيسيتين. الأولى هي حملة الشهادة الثانوية، حيث يتم تأهيلهم من خلال برامج تدريبية ذات معايير دولية لتشغيل وصيانة منشآت الشركة الصناعية. والثانية هي من فئة حملة الشهادات الجامعية والمتخصصين في العلوم المرتبطة بصناعة البترول وتطبيقاتها، وهؤلاء يتم تطويرهم داخل المملكة وخارجها في أمريكا وأوروبا والصين وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا لشغل وظائف هندسية متخصصة ذات تقنيات عالية. ولقد وفقنا الله إلى تحقيق مستوى عال من النجاح حتى بات من الشائع في محطات الضخ والمصافي ومعامل فرز الزيت عن الغاز ومراكز التحكم الرئيسية رؤية شباب سعوديين في العشرينيات من أعمارهم يقومون بتشغيل معدات عالمية وأنظمة عالية الدقة بمسؤولية وكفاءة تامة على مدار الساعة. والمتابعون لشؤون أرامكو السعودية وشجونها يدركون أن الشركة تبذل جهودا كبيرة في البحث عن الطاقات البشرية الوطنية والعالمية المؤهلة، وتقوم بدراسة السوق بصورة منتظمة، وتقدم عروضا منافسة للتوظيف، لكن التحدي الأكبر يتمثل في غرس الولاء لديهم وضمان أدائهم الجيد واستبقائهم لأطول فترة ممكنة. ولهذا كان لزاما علينا أن نوفر حزمة شاملة من الحوافز تغطي حاجات الموظفين الأساسية وغير الأساسية في حياتهم العملية والأسرية والاجتماعية. وفي هذا السياق تعتمد الشركة بعض المبادئ التي وردت في نظرية العالم الاجتماعي المعروف مازلو،
حيث وضع حاجات الإنسان كما تعلمون في سلم يبدأ بالغذاء ثم المأوى الآمن والاجتماع بالآخرين ثم التميز وصولا إلى تحقيق الذات. وهذا ما قمنا بتوفيره فعلا للموظفين، فهناك الرواتب المجزية وبرامج لتملك البيوت والعلاج المجاني للموظف وأسرته والعوائد بعد التقاعد وبرامج التواصل مع المجتمع وغير ذلك الكثير الكثير. ويأتي التدريب والتطوير في صدارة المميزات التي تقدمها الشركة بما يوفر أرضية خصبة لتلبية احتياجاتنا المتنامية وطموح الموظفين على حد سواء. سيداتي سادتي، الأمثلة كثيرة، وكي أتجنب الإطالة والخوض في تفاصيل فنية قد تكون مملة بعض الشيء، أود أن أستعرض باختصار بعض النقاط التي تستحق التأمل في مسيرة أرامكو السعودية نحو مستقبل بناء واعد للمواطن والوطن. أولا، القرار الاستراتيجي المبكر التي اتخذته الدولة باعتماد سياسة السعودة واعتبارها استثمارا مربحا على المدى الطويل. ثانيا، الحرص على الانفتاح على العالم المتقدم والتواصل معه، وهنا لا بد أن نعترف بأن العديد من الصناعات ومن بينها صناعة البترول بدأت وتنامت في العالم الغربي، ولذا كان لزاما علينا أن نتعلم منهم تقنيات هذه الصناعة الحيوية دون التفريط في توطين المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. ثالثا، غرس ثقافة الانضباط والعمل الجاد المتقن في نفوس الموظفين وبثها في المجتمع المحيط وفاء بالمسؤولية الاجتماعية عبر سلسلة من المبادرات والبرامج التي حصد ثمارها المجتمع والشركة أيضا. وقبل أن أختم حديثي، اسمحوا لي أن أقدم رسالة قصيرة تهم الجامعات والشباب في العالم العربي، وهي إن منطقة